مرحبا يا حلوين، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله كلكن تكونوا بخير وعافيه. اليوم بدي اعمل انا وياكن طريقه سفينه دجاج، كيف نعملها وتضل طريه وما تقسى معنا. اول شي عنا كيلو سفين، كمان عندي هون بالجات حطيت ملعقه طعم ملح، ملعقتين طعم صويا صوص، 3 معالق طعم دبس الرمان، ملعقه طعم فلفل اسود، ملعقة طعام خل، وحوالي 4 معالق طعام زيت نباتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الخليط على جنب، بدنا نقطع السفاين صدر الدجاج بهيدا الشكل، غسلتهم أكيدي. بسم الله، قطعهم بهيدا الشكل. شفتوا كيف؟ وبحطهم فوق الخلطة. عم نعمل طريقة كتير طيبة، بتضل سفيني طرية وما بتقسى، بتنشف. انتهينا من تقطيع السفاين، هلا منخلطهم منيح مع بعض. بسم الله، هلا بغطيهم وبنقعهم اخلها شي ساعة، كل ما نقعتهم كل ما افضل. وممكن كمان اذا كنا مستعجلين دغري نبلش فيه بالطبخ. بعد ما نقعتهم ساعة، هلا بدنا نكفي مع بعض. بسم الله، بحطهم بالصينية. حطهم على فكرة كتير حلوة، الحامض والخل فيهن، دبس الرمان والخل فيهن عطاهن كتير ريحة حلوة. ما في أي نوع من أنواع الزنخة، زنخة الدجاج. هلا بدنا نغطيهن بسميتة، كمان نغطي الصينية بالسميتة منيح. هلا بحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هول السفاين بعد ما طلعوا من الفرن، أخذوا بالفرن حوالي 45 دقيقة. لنشوف مع بعض كيف صاروا. واو، بسم الله، هيدا الشكل النهائي. شفتوا كيف طلع معهم مرقة وكتير شكلهم رائع وحلو، ما بتطلع القطعة ناشفة. كمان عملت على جنبهم، عملت على جنبهم بطاطا مقلية، برش عليها ملح، كمان بابريكا. واو شكلهم حلو صار. وهون عملت سلقة جزر وبازيلا، رح حط شوية زبدة على الوجه. هيدي الزبدة اختياري، يلي بده زبدة ام لا. كمان رح رش ملح وبهار واو شكلهم كتير رائع.
راح احط هول بصحن كمان افضل. هول السفاين صدر دجاج اللي عملته انا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.